الفرشات البحرية واستخبارات الجيش. قوات القطب الشمالي والاستطلاع العسكري الفضائي. القوات الروسية المسلحة بأعين من لم يخدم في الجيش. أكثر الأبواب المحكمة وأسرار الوحدات العسكرية تفتح أمام من قرر أن يجرب كل شيء بنفسه. أهلاً وسهلاً. نحن جئنا إليكم. الصحفي بافيل سيلين. رائع. وأنا نيديلكا. يتجهان للخدمة في وحدات الجيش الروسي الأبعد والأكثر غرابة. لن أتحمل أكثر من ذلك. القطب الشمالي والصحراء، البحار والجبال، من مورمانسك حتى فلاديفوستوك. التدريب الحربي الممنهج والتمارين الشاقة، تجربة قادرة على تحطيم إرادة أي إنسان. في المسلسل الوثائقي مغامرة ساخنة مع القوات الروسية. هناك انطباع خاطئ بأن القاعدة العسكرية الروسية في طاجكستان تتمركز في موقع واحد. هذا ليس صحيحاً. للقاعدة العسكرية حاميتان، الرئيسة في دوشنبي والثانية هنا في قورغانتيوبي. نحن الآن في حقل الرمي التابع لفوج المشاة الميكانيكية، أو بالأصح ليس في الميدان وإنما عليه. هنا على منحدر الجبل جمع الجنود المهارة حجارة بيضاء وصنعوا منها شعار وحدتهم بالحجم الكبير. وكذلك القول المأثور للقائد العسكري العظيم، شاق في التدريب سلس في المعركة. لهذه الكلمات هنا في حقل الرمي المسمى سامبولي وقع خاص. الأكسجين في المرتفعات يكون أقل منه في السهول، لذا فإن التقاط الأنفاس هنا يتم بصعوبة، وفوق ذلك درجة الحرارة تحت الشمس. أرجو التركيز هنا، درجة الحرارة 56. علينا أن نتدرب على التحكم بناقلة الجنود المدرعة. سترمين أم تقودين؟ سأقود. إذن أنا سأرمي. بالتوفيق. أما المهمة القتالية فسننفذها معا. إلى اللقاء. اسمحوا لي بالتوجه إليكم. المتدرب سيلين وصل تحت إمرتكم سيدي. انزل إلى القسم القتالي. هناك؟ نعم. ها هي مشكلتي الكبيرة المتعلقة بالآليات العسكرية. تتدلى مني حربة وخنجر ومطرة وقناع مضاد للغاز، إضافة إلى الرشاش بطبيعة الحال وما إلى ذلك. بكل هذا السلاح والعتاد أنا مطالب بالتمركز في هذه الفتحة الضيقة وبسرعة. هذا يأخذ مني وقتا كثيرا. إنها مهمة صعبة بالنسبة لي. أيها الجنود، سنتدرب الآن على قيادة العربات العسكرية في خط طوله 4 كيلومترات أو 6 من 10. إلى العربات. هل أنا معك؟ خذي موقعك أولاً وبعدها
أمعني النظر في كل الأجهزة بكل انتباه. كان ذلك أشبه بدرس لتعليم قيادة السيارة. جلس مرشد بجانبي وكان يعلمني كيف أقود المدرع. الجو حار جدا، هل توجد مروحة هنا؟ أو ربما يمكن فتح الغطاء. يمنع فتح الغطاء في أثناء السير. يوجد هنا مكيف. مكيف؟ نعم، ها هو من جانبك الأيمن، ومن هنا يمكن التحكم به وتوجيهه. هذا رائع، هذا أكثر من رائع. ممتاز. في بادي الأمر لابد من تشغيل نظام حماية الشبكة الكهربائية من طفرات الجهد. أزرار التشغيل من خلفه. من الضروري فتح كل الأزرار الأربعة. المكان ضيق جدا هنا، لقد خدشت ساقي. متى أشغل؟ الآن. الآن؟ نعم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. بعد ذلك تشغل كل المفاتيح العلوية هنا، ولكن لا تشغل السفلية. لا داعي لها؟ لا، إنها مسؤولة عن تشغيل التدفئة والمصابيح. هذه فقط؟ نعم نعم. التدفئة شيء مهم الآن في درجة حرارة تبلغ 56. وهو لتدفئة ماذا؟ المهداف. كي لا يتجمد؟ كي لا يتعرق. لا أعتقد أنه سيتجمد في حرارة 56. أما أن يتعرق فهذا وارد. أنا شخصيا أتعرق. أنا مستعدة. متأكدة؟ نعم متأكدة. الدبرياج. أضغطه؟ السرعة الأولى. حاضر. الفرامل اليدوية. كيف؟ اسحبيه باتجاهك. أسحبه؟ وإلى الأسفل، الأسفل. حاضر. هل أنطلق؟ والآن حرري الدبرياج شيئا فشيئا، ثم اضغطي على دواسة البنزين. أردت أن أنطلق وأن أقود العربة قليلاً، ولكنني فشلت في ذلك. بدأ محرك العربة ينطفئ مباشرة. الحمد لله أنني في الصحراء ولم أصطدم بشيء، فضلاً عن وجود شخص يرشدني إلى ما يجب القيام به. مقعد الرامي يدور مع البرج بشكل مستقل عن جسم العربة، ولذا هناك خطر من أن تتعرض للأذى إن وضعت يدك أو ساقك في مكان ما بشكل خاطئ. قد تتعرض فعلاً. اضغط هذا الزر الآن. سيبدأ شريط طلقات الرشاش بالتلقيم الذاتي. سيكون الرشاش جاهزاً للرمي. أضغط؟ نعم، اضغط. هل يتم التلقيم؟ نعم، يجري التلقيم. ما هذا الطنين؟ هذا صوت حركة التلقيم. أين؟ دخلت الطلقة الآن في حجرة الإطلاق، وعندما يضيء المصباح الأخضر هو قد أضاء، فهذا يعني أن الرشاش جاهز. كنت أحلم بالوقوف خلف مهداف عربة مصفحة، ولكن ما إن وقع نظري عليه حتى انتابني الارتباك. لا أرى شيئا من خلال المهداف أبدا. اخفضه إلى الأسفل. الآن صارت كل عين ترى شيئا مختلفا عن الثانية. هكذا يجب أن يكون. عين تنظر باتجاه الأهداف الجوية، فيما الثانية تنظر إلى الأهداف الأرضية. ولرؤية الهدف بشكل أفضل لابد من متابعته بكلتا العينين. مهداف الأهداف الأرضية يقربها، أما الثاني المخصص للأهداف الجوية فهو دون تقريب. للعربة المدرعة عينان اثنتان، بمعنى مهدافان في واحد. الأول يعطي صورة عامة، بينما الثاني ينقل صورة التسديد للهدف بوضوح. الصعوبة تكمن في القدرة على تعلم النظر من خلال المهدافين في وقت واحد. لابد من رؤية الصورة العامة وكذلك الهدف المزمع إصابته بحد ذاته. حسناً، فهمت كل شيء.
تقريبا، مجال الحركة محدود هنا. لقد خدشت كل أنحاء جسدي فيما كنت أحاول الدخول، وأنت كذلك؟ لا، لقد اعتدت على كل شيء هنا. أما أنا فكلي كدمات وخدوش، ولكن لا بأس، فالظروف القاسية جزء لا يتجزأ من الخدمة العسكرية. شغلي علبة السرعة. السرعة الأولى؟ حرري الدوبرياج واضغطي على دواسة البنزين. البنزين، اضغطي أكثر. هل أنتقل للسرعة التالية؟ اضغطي على دواسة البنزين أكثر. لا تنتقلي إلى السرعة الثانية قبل أن تصلي إلى 2500 دورة في الدقيقة. هذا ليس سهلاً. هنا الشيء ذاته في السيارة العادية، ولكن بحجم أكبر. عربة مصفحة وبعلبة سرعة يدوية، قيادتها أصعب من قيادة السيارة. لقد فعلت كل شيء يا أنا على أحسن وجه. كل شيء رائع بالنسبة لأول مرة. شكراً. بات لديك إلمام نظري وعملي الآن. للأسف أنا مضطر لتركك. لقد حان وقت الغداء. حسناً. يجب الآن فصل هذين المفتاحين. حاضر. والمحرك كذلك. هل أطفئه؟ لقد نجحت آن في قيادة العربة. بالطبع لم تكن واثقة بنفسها في بادئ الأمر. محرك العربة توقف، ولكن هذا يحدث مع الجميع. حتى أنا أتعرض لحالات كهذه. أما بشكل عام فإنها تقود بشكل جيد جدا. أعجبني عملها. على أي هدف نسدد أولاً؟ العلوي؟ الأسود، أترى من الجانب؟ حيث الأكمة؟ نعم، انطلاقاً منه، ولكن باتجاهنا. من الجانب الأيسر؟ بالضبط. من الرشاش؟ نعم، يجب الرمي مرتين. بعد ذلك سنرمي في الاتجاه الآخر ومن الرشاش أيضا. لم يكن من السهل علي مجرد رؤية الدريئة، كانت مموهة لتتوافق مع طبيعة المكان. عندما يأتي الأمر بالتقدم سنبلغ الحد الثاني، ويجب إيقاف العربة بحدة التزاما للأمر، ومن ثم تطلق النار فورا على الهدف الأخضر. مفهوم. كما يقال، الحرب في الحرب والغداء في موعده. لكن الغداء الذي ينتظرني مع أنا غير عادي. سنعمل إما على تأكيد أو تفنيد ما يقال عن إمكانية قلي البيض على ظهر الدبابة في طاجيكستان. بهدوء، احذري. وماذا لديك في الكيس؟ بافل، ماذا؟ ماذا في الكيس؟ صحون وشوك وملح. هل ستأكل هذا؟ نعم. أنا لن أفعل. تخافين؟ ظهر المدرعة متسخ. سننظفها. لن أكل هذا الشيء. جبانة. لدي خرقة، إذا أردت أنت فكل، أما أنا فلن أكل هذا الشيء. ستفقدين احترام ملايين المشاهدين. هاتها. كل هذه البيضة وحدك. إنها عربة للقتال، كيف يمكن طهي أي شيء عليها؟ إذن هل نكسر البيضة؟ هيا، لا تتعجلي. هي فكرة حمقاء وأنا لم أكن مستعداً. رائع. ها هي تسيل. بديع. لكنها لا تطبخ. يجب العثور على سطح مستوى في الدبابة لكسر البيضة بروية، ثم لتركها هناك حوالي ثلث ساعة. سطح المدرعة، إن صح التعبير، المقلاة كان مائلاً، لذلك ساحة البيضة انزلقت، فالسطح ليس مستوياً كما يجب. سرعة البديهة مهمة. هل أخذت الملح فعلاً؟ لقد أخذت الملح فعلاً. أنت مجنون. كما أخذت أطباقاً، علماً أننا لن نحتاجها.
وأخذت شوكة أيضاً؟ نعم. أتخيل منظرك وأنت تأكل بالشوكة من المدرع. ماذا تفعل؟ أفردها. لماذا؟ بدا ذلك مثيراً للاشمئزاز ولا يمت للشهية بصلة. بافل، انظري، إذا انتظرنا قليلاً فستستوي. الفكرة هي أنه يمكن طهي بيضة على سطح المدرعة، ولكن هذه ليست بيضة مقلية وإنما شيء مقرف. أعتقد أن التجربة كانت ستتوج بالنجاح لو أنني التزمت بكل المتطلبات الفنية الضرورية لها. ربما كانت ستنجح. اختفاف، استعداد، راحة. مهمة الفصيلة مهاجمة الخصم من الحركة من خط الأعمدة الحمراء وتدبير العربات المدرعة وكذلك الطاقم الار بي جي. إلى العربات، سر. ماشينة. خذي أنت الشريط الصغير. ترى ما وزن هذا؟ تمنوا لي التوفيق. بالتوفيق. إلى العربة. المهم ألا يستعصي الرشاش. هذه المهمة كانت واحدة من المهام النادرة التي ينفذها مع بافل. هل أنتم مستعدون أم لا؟ نحن مستعدون منذ مدة طويلة. نحن مستعدان. الثاني مستعد للقتال. دواسة البنزين. دوري المقود إلى اليسار بروية. بروية. أنا أرى الطريق. ممتاز. الآن لا أراها. ماذا دهاك؟ لماذا تقودين هكذا؟ نار. وكيف ترمي أنت؟ نار. أنحن نعود؟ أدراجنا؟ إلى الأمام. شيء وحيد يسعدني فقط هنا. الشيء هو الخوذة، فلولاها لكنت أصبت بالصمم في أذني اليسرى. من أعطاك رخصة القيادة؟ أنا أفعل كل شيء كما يجب. أين يعطون رخصة القيادة لمن هم مثلك؟ أين وكيف يمكن أن يعطوك هذه الشهادة؟ البقاء على قيد الحياة كان المهمة الأصعب، وكذلك قيادة هذه الكتلة من الأطنان بانسيابية لأقصى حد، بحيث يتسنى لي التسديد بأعلى درجات الدقة. وبما أن هذه التجربة كانت الأولى لنا، فبطبيعة الحال التزمت أن بقيادة العربة حسب قواعد السائقين عديمي الخبرة. أما أنا فكنت أرتطم بكل ما يحيط بي. لا أستطيع تحديد الهدف، كل شيء يهتز. أنا أحاول قدر المستطاع. بالرشاش، ارمي باتجاه الهدف. بأي اتجاه؟ لا أرى شيئاً. نار. الهدف على خط سيرنا. هذا ممتع حقاً. لدي استعصاء. ما الذي استعصى عندك؟ الرشاش. أعد تلقيمه. إلى اليمين أكثر. الأهداف المحددة لي كانت في الوسط، إلا أنني كنت أرمي يساراً. بطبيعة الحال بدأ القائد يصرخ: صوب إلى اليمين أكثر، لا ترمي على أهداف الآخرين.
وفي النهاية أصبت كل الأهداف الممكنة، أهدافي وأهداف غيري. أنا قلقة على بافل أكثر من قلقي على نفسي. هل أصبت؟ إلى الأعلى وإلى اليمين. يكفي، سنعيد التلقيم. توقفي، توقفي. حاضر. انتهى. الفرامل اليدوية. تم التنفيذ. افصلي العدادات. أطفئي هذه. هذه؟ أنا من تلك الجهة. المارش؟ لا. لا، ها هو هنا. نعم. لم تكن الأمور سيئة إلى هذا الحد. إلى العربة. كفى ثرثرة. ليس إلى هذا الحد. كما كنت تظن. حاولت أن أركز في مهمتي لأنجزها على أحسن وجه، وكذلك قيادة العربة المدرعة كما يجب. أرى أنني نفذت المهمة بنجاح، فقد بذلت قصارى جهدي وامتثلت لتعليمات المرشد. نعم، أنا نجحت. ضربت نفسي بالقناع المضاد للغاز. هذا مؤلم. رملاً، سر. تعرضت لإصابة قتالية. لقد ضربت نفسي بقناع الغاز. مؤلم جداً. شيء كهذا يحصل في الجيش. أيها الجنود والرقباء، لقد أنهيتم التدرب على الرمي من العربة المدرعة 82A. ستتوجهون الآن إلى حقل الرماية لجمع الفوارق، ثم سلموها لحسابها. إلى الوراء، إلى الأمام، سر. بالطبع إنهما لم ينجحا في كل المهام التي أسندت إليهما. لا يمكن الإلمام بكل قدرات هذه العربة خلال يوم واحد. نحن مثلاً مهما تدربنا على هذه العربة إلا أننا نتعلم أشياء جديدة كل مرة. إنهما ألما إلماماً جيداً بتقنية العربة في فترة وجيزة، كما نفذا مهمة الرمي. لقد أنجزا التمارين بدرجة مقبول. أنا تفوقت على نفسي لأقصى حد. انظري إلى نظارتي، تبدو كأنها كانت في مستنقع. قذرة. دست دون قصد على قطعة حديدية. لدي الآن كدمة على ساقي وعلى ذراعي أيضا. بافل استعرض نظارته، أما أنا سأعرض كدماتي. انزعي ثيابك ودعينا نرى. عموما، لتتعلم الرمية من العربة المدرعة أنت بحاجة للكثير. أنت تمرن الكثير من الوقت. حينما تنظر في المهداف تدرك أنهما في الواقع اثنان. أعاني من اللابؤرية، ففي واحد أرى رأسك، أما في الآخر فأراك بالكامل. معاناتي هذه إضافة إلى جهازي تسديد مختلفين. هذه المعاناة تشبه شيء صعب جدا. البعد الثالث. لقد اكتشف عينه الثالثة. لابد من إصابة 3 أهداف مختلفة، وبشكل عام لم أرى أي هدف. أنت لا ترين الطريق وأنا لا أرى الهدف. إذن نحن نشكل فريقا رائعا. ممتاز. رائع.